يو شباب، اليوم راح نتكلم لكم على اخبار النزلات من براو ستارز بعد ما تكلموا بلايف خاص على اسئلتكم الغريبة. لكن بعض اسئلة اللاعبين راح تصير حقيقية وراح تصير باللعبة بنسبة جدا عالية. وكالعادة قبل ما نبدأ في داد الفيديو استخدم لايك اشترك فعل الجرس ومستمر بالقناة، وما بقى لنا شيء فقط 300 مشترك ونطفل 5000 ونقدم على كود صانع محتوى. وبس خليكم يا الفيديو، يوجد اكثر من سؤال لكن احنا راح نستعرض لكم فقط الاسئلة المهمة. لكن قبل ما نبدأ بالاسئلة حاب اقول لكم انه هذا الشخص اللي اسمه اورنجوز اللي عنده قناته على يوتيوب اللي نشر كلاش رويالو وكلاش وكلان وكل شيء، يعني محتوى سوبر سير بول كامل، هو اعطى فكره انه راح يحذفون الصناديق ويحط فكره الكريدت. المهم ننتقل للسؤال الاول، والسؤال الاول يقول هل راح يضيفون مابات الخمسه ضد خمسه؟ براو ستارز ردت عليه ان فكره كلش حلوه ولكن واجهيه المستخدم الخاص بنا ليست مصممه للخمسه ضد خمسه، لذا فان تنفيذ هذا يمثل جهد كبير لكن سنجرب هذا الشيء. اختصار سريع انه الشاشه الخاصه ببراو ستارز هي فقط للثلاثة ضد ثلاثة والون في وان وما بشو داون، لكن الخمسة ضد خمسة راح نحتاج شاشة شوية كبيرة مثل الايباد او البي سي، واذا اضافوا هذا المود راح يصير متعة جدا خرافية باللعب. وثاني السؤال عندنا هل ممكن يرجع الحصار والحمولة؟ شركة ردت عليا بكل اختصار كان اداء الحصار سيء للغاية ولكن مع بعض التحسينات من الممكن انه نرجع هذا المود. انا اتفق ويا الشركة انه كان ماب الحصار والحمولة جدا سيء، لهذا ما حد كان يلعب هذا المودات الا نسبة جدا قليلة، يمكن يلعبوها فقط للمهمة او يضيعون وقتهم اصلا اذا ما حب واحد يضيع وقت عليه جمابا. لكن رد الشركة انه راح يعطون تحسينات ومن الممكن احتمال جدا ضئيل انه راح يرجعون هذا الوضع اذا اضافوا ميزة جديدة للمابات. من وجهة نظري من الاحتمال ان الشركة راح تخطط انه تحط مودات لهذا الوضع او بوتات، يعني يرسبنون بوتات على حسب العتاد او النقاط اللي تحصل، لكن راح يرسبنون بوتات تروح على الالة ويدمروها. وثالث سؤال عدم اللاعب يقول ليش ما تسوون مسابقة انشاء بطل او تعبيرات وغيرها؟ ترد عليه بكل بساطة مسابقة انشاء البطل معقدة للغاية لان هناك الكثير من الجوانب التي يجب ان اخذها في هذا الاعتبار اثناء تحديد الفائز مثل الهجوم والسوبر والضربة وكذا وكذا وكذا. صار جدا سريع انه براو ستارز حاب انه تصمم بطل خاص لنفسها وما تحتاج من اي احد انه يسوون مسابقة لافضل بطل او كذا تصممون بطل خاص لهم، هم يعرفون ايش البطل المناسب لكل سيزون. السؤال الرابع لماذا سبايك ليس لديه صوت؟ براو ستارز ترد عليه انه سبايك مكتوم، يوجد مقاطع فيديو تسويقية قديمة حيث يمكن أن نرى أن سبايك له صوت لكن أخطأ لهذا لن يحصل سبايك على صوت أبد. من وجهة نظري شفت هواي أبطال عندهم أصوات وصوتهم جدا غريبة، لكن من المحتمل أن نشوف سبايك عنده صوت. إحنا نتخيل أنه راح تشوف صبارة جاية تتكلم، حتى لو كان عنده أحبال شوكية أو تقدر تتكلم حرف واحد راح يقدر يحط له صوت، لكن الصبار ما يطلع أي صوت. السؤال الخامس أي خطط لتغيير الستار باور والأجهزة عديمة الفائدة؟ بروسس ترد عليه بكل بساطة لدينا بالفعل بعض البيانات بعض الستار باور والاجهزة غير المجددة، بعض المطلوبات فقط لتحقيق التوازن مثل الارقام والبعض الاخر مطلوب عند التصميم الكامل. حسب ما توقعت من كلام براو ستارز انه اكو ستار باور واجهزة حاليا موجودة بدل الستار باور والاجهزة ما لها فائدة بس حاليا تحت الصيانة او تحت التعديل، واذا حابين يغيرون جهاز راح يغيرون جهاز RT. السؤال السادس لماذا لا يوجد تضعيف لمورتس مع ان اللاعبين يختاروه دائما؟ الشركة ترد عليه انه مورتس لديه معدل اختيار مرتفع جد باعتماد الفوز على الاقل من المتوسط، هناك احتمال ان يحصل على تقوية في المستقبل. اتفق ويا الشركة انه مورتس بطل جدا OP، لكن اذا اللاعب المحترف استخدم هذا البطل بشكل جدا صحيح راح يقدر يستخدم هذا البطل ويصير بطل جدا خرافي عنده. لكن الشيء السلبي على مورتس انه يوجد اكثر من بطل مضاد على مورتس، يعني تخيل اكو اكثر من بطل يقدر يذبح مورتس حاليا. لكن براو ستارز خايفة من شغلة واحدة انه اذا اعطت باف واحد لمورتس من زيادة الدمج راح تشوف انه جميع اللاعبين مختارين الشخصية مورتس بالشو داون 3 ضد 3 وجميع المابات، لهذا راح يكرشن السيرفرات بسبب هذا الشيء. والسؤال السابع من شخصية مشهورة في براو ستارز نيني اوي، هل انت راضي على طريقة جديدة للحصول على بطل جديد بعد ازالة الصناديق وهل سيكون هناك اي تغيير اخر؟ لسنا سعداء حاليا بكيف نفتح الابطال الملونين بدون فتح براو الباص ونحن نبحث عن طريقة اخرى للحصول على الكثير من الارصدة الملونة. براو ستارز عندها حاليا مشكلة انه فقط تقدر تفتح بطل واحد لكل سيزون في براو ستارز. حاليا هم يدورون حل انه يدورون شلون يفتحون بطل اثنين ملونين في كل سيزون نازل في براو ستارز.
الستار. فبالتحديث القادم بعد ما راح يحذفون الستار بوينت او يعدلون على الستار بوينت راح يضيفون هاي العمله بدال الستار بوينت، وهاي العمله تقدر بها تشتري اشياء مثل ما موجود بهاي الصوره. هالحركه راح تساعد انه تطور من حسابك بشكل جدا خرافي. السؤال الثامن، هل سيكون هناك خيار تقليل من الرسوم المتحركه في اللعبه؟ براوسرز ردت عليهم بكل بساطه، نعم نعمل حاليا على ذلك. اللي ما فهم فكره هذا السؤال، يعني براوسرز راح تضيف لك في وضع الاعدادات انه راح تقدر تتحكم بالجوده اذا كان هاتفك ضعيف او لا، يعني راح تقدر تعدل على سلاسه اللعبه بشكل جدا خرافي. اذا كان هاتفك كلش خرافي راح تقدر تعلي جوده اللعب وتستمتع باللعبه، واذا كان ضعيف تقدر تقلل من جوده السلاسه وتلعب بكل راحه. واحتمال جدا عالي انه راح يضيفون هاي الميزه بهذا السيزون، وهذا الشيء راح يحل المشاكل الموجوده عند اللاعبين. والسؤال الثامن، ما فائده الشهره وهل التفكير في اضافه الاتقان المودات؟ ردوا على براوسرز، الشهره هدفها الوحيد هو التباهي لا غير، لكن من الممكن اضافه بعض المكافآت للشهره مثلا ايقونات الملف الشخصي. وفكره الاتقان المودات فكره جيده ومطروحه. تكلمت على بعض مكافآت لمسار الشهره بالفيديو السابق. احتمال جدا عالي انه راح يضيفون رتبه خاصه لمسار الشهره، انه اذا قدرت توصل الى اخر مسار من مسار الشهره تحصل رتبه خاصه لوصولك للمسار الاخير. وايضا فكره الاتقان المودات جدا خرافيه، مثلا اذا قدرت انه تحب لك وضع مثل ما بالشدوم راح تظل تلعب بهذا المود، راح تحصل على نقاط اتقان وايضا حتحصل على لقب خاص مثلا بطل الشودوم. نفترض انه اتقان المودات نزل وراح يضيفون حاليا من اكثر الاتقانات اللي راح يستخدموها ويتعبون لاجلها هي اتقانات الشودوم وما بالكره وما بجمع الجواهر. نفترض هذا الاتقان نزل، هيك راح يصير في اللعبه. السؤال التاسع، هل هناك اي طريقه لحذف تعبير الديسلايك؟ براوسرز ترد عليه بكل بروده، احنا ما مهتمين جد للتوكس في اللعبه، ولكن هناك طرق، بعض الطرق الاخرى للاعبين لاستخدام تعابير معينه. بس من المحتمل اذا قدروا يضيفون او يشيلون زر الديسلايك اكو بنات اخرى خاصه بالتوكس، يعني اذا ما تخلص من زر الديسلايك اكو بن اخر، فلا تهتم بهذا الشيء. لكن الشيء الغريب اكثر انه بعض اللاعبين يحطون زر الديسلايك بدون اي سبب، يعني ابسط الاشياء التافهه مثلا ما اعطاك الكرة راح يعطيك ديسلايك ويكرهك بحياتك باللعبة. السؤال الاخير، لماذا تاخذ المطابقة الكثير من الوقت؟ المطابقة لديها عملية كبيرة تجارية في خلفية، على سبيل المثال اذا كان لديك 40,000 كاس وانتظرت لفترة طويلة فستتم مطابقتك في النهاية مع لاعبين لديهم 10,000 كاس. اللي فهمته من براوسرز انه المطابقة راح تدخلك اذا طولت شوية في المطابقة وكؤوسك جدا عالية، فراح يدخلوك مع كؤوس اقل عشان تقدر تكمل الجيم. اللاعبين الكؤوسهم قليلة جدا عندهم تفاعل كلش خرافي في اللعبة، لكن الناس اللي عندهم كؤوس جدا كثيرة تفاعلهم جدا قليل في اللعبة، فمن المحتمل انه راح يدخلون معاك لاعبين كؤوسهم جدا قليلة. لكن هذا الكلام فقط في الشودان، وما بتفضل ثلاثة راح يدخلون معاك كؤوس حسب كؤوسك العالية او اقل او اكثر. المهم وبس، وصلنا نهاية هذا الفيديو، لا تنسى تخلينا اشترك في زر الجرس عم مستمر بالقناة، وبس مع السلامة، ولا تنسى البراول توك بعد يومين.